جايب يا استاذ 58% ليه؟ بتجاوب الحامل السري يا بابا. ما هو ما هو ما هو ما هو ايه؟ هتعمل لي فيلم الهنج بتاعك؟ هندي بتحب الهندي؟ خلاص هدمع شوف الواد بيقول عليا ايه وهو موبايله نازل دايما لازم بيلغي في ايدي محدش في حته مش دروس وكل يوم تلاقي ازاي حاجة من الستارز يقول لي درس عادي هندي جبت السحب منا لا 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 انا بقى بعمل هندي ده افهم هندي صديق ولا كلمة عربي معاك. طبعا انت مستغرب الحاجات اللي بتشوفها قدام عينك دي كلها وبتسال ايه المكان ده وانت عملت ده كله ازاي وامتى. لا ما تاخدش في بالك، دي حاجات كتير بجهزها لك هنا عشان تتفرج عليها في الحلقه دي والحلقات الجايه. عايز تعرف ازاي بقى؟ هنبتدي من هنا. جيب اي بلوك انت حبيتها وابتدي ابني بيها مثلا كده طريق. ايوه ما احنا عشان نعمل اللي انت في بالك ده قطر وكده لازم نعمل له طريق الاول، مش كده ولا ايه؟ طيب بعد ما تخلص البتاعه دي تمسك الانفيل ده، الانفيل هتبتدي تبني بيه كده واحده واحده، وكمان الجنب التاني. وطالما خلصت الجنبين زي دول كده هتاخد بقى رصيف تعمل اي سلاب، تختار اي نوع سلاب وتبتدي تبنيه برضو بالشكل ده بحيث ان هو يبقى اعلى منها يعني شوية. بص كده وبكده بقى عندك الطريق وقضبان الطريق. اما بقى عشان تبتدي القطر فهتحتاج ستيكي وبعدين ستيكي بيستون وبعدين سلايم واوبزيرفر وازاز سلاب ومد واي نوع تراب دور وستير. هات البيستون تحطه هنا بالشكل ده كده وتروح تحط له واحده ستيكي من هنا وتروح على الستيكي بيستون تحطها فوقيها من هنا بصلها بالشكل ده، واحده كمان سلايم تحطها قدامها وواحده سلايم تحطها تحت، كمان سلايم فوق واوبزيرفر وتحطه وانت باصص لفوق كده يبقى العلامه طالعه لك انت فوق هنا الاحمر، تنزل لتحت وتاخد واحده ستيكي وتحطها كده بالشكل ده، كمان اتنين سلايم واحده هنا وواحده هنا، اطلع فوق حط كمان واحده سلايم وحط لها مثلا ازازه قدامها هنا وهات السلاب وحط واحده اتنين يبقى بشكل القطر كده، روح على الاوبزرفر وحط واحده مثلا تبص لفوق كده يبقى العلامه الحمراء كده، انزل لتحت وجاي حاططها لازقه فيها بالشكل ده بحيث ما تطلع تلاقي وشها باصص لك انت هنا. تكسر دي مش محتاجها، اما قدام منها على طول تجيب واحده سلايم او تكسرها وتحط بدلها اوبزرفر وخليك باصص لفوق عشان الاوبزرفر يبقى احمر كده. سلابتين كمان فوق منها مفيش مشكله وهات سلايم بلوك وحط لها واحده هنا والتانيه والمود اللي انت اخترتها وحطها هنا كانها بتاعه القطر كده عارف اللي هي التوتوت. تعالى بقى من قدام للشكل الجمالي وحط له ايوه السلاب الستير سوري حطها هنا كده وهنا كده، والسلاب بقى هتجيبها والتراب دور نفسه وتحطه هنا مثلا كده، دي رجلين القطر العجل واحده هنا واحده هنا. تعالى برضه على في الاخر مثلا واحده كده وواحده كده، والقطر بيمشي بست عجلات تقريبا ولا مش عارف والله 600,000 عجله، اكيد في حد منكم عارف الحسبه دي مش انا، لكن تيجي في ظهر القطر كده وكسر لك مثلا بلوكيتين عشان هننزل نبني من تحت، واوبزرفر جميل وتقوم حاطط له واحده اوبزرفر كده ايوه، وارجع بقى خد البتاع اللي انت كسرتها دي وحطها مره ثانيه تمنى على طول تقوم حاطط لها ستيكي بيستون وتحط اتنين سلايم، حط التالتة والزق فيها واحدة ويرجع كسر تحت منها وافتح من تاني وحط واحدة اوبزرفر ويرجع حط الستيكي بيستون وما تنساش تقفل كل حاجة انت بوظتها ويرجع كمل من تاني، واحد اتنين واحد اتنين تلاتة ويرجع كسر ويرجع انزل تحت اوبزرفر ستيكي بيستون صلح الطريق حط اتنين كمان وهكذا وانت ماشي بقى. بص تفضل تكسر وترجع تحط الاوبزرفر من تحت من هنا وتحط برضو الستيكي بيستون وتقوم جاي حاطط لها الاتنين دي وترجع تقفل من تاني وحط واحده سليمه، اهم حاجه دايما يبقى شكلها كده اتنين 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 او تلاته وواحده فوق تلاته وواحده فوق، وتكسر وتركب وتكسر وتركب. اوب انا حبست نفسي. بعد ما تعمل كل المساحه دي وتقرر ان ده اخر حاجه ليك لازم تقفلها بتاع دي من هنا كده، اهم حاجه انت محتاج دلوقتي ايه؟ ستير. الستير ده تحط واحده كده وترجع تقفلها بواحده من هنا كده، ودي برضو تحطها مثلا بالعكس كده وتقفلها بواحده كده، وتيجي هنا وتحط لها واحده كده وتحط واحده كده، ونفس الكلام هنا واحده او سوري بالعكس والتانيه هنا كده كانها كراسي.
اهم حاجة اخر واحدة ترجع عندها تحطها بالعكس، ما بتحطهاش كده يعني، انت هنا دي حطيتها بالعكس وتيجي عند اول واحدة حطيتها قدام منها هنا عكس، يعني دي عكس واللي هناك عكس، مش باصين للناحية دي، فاهم؟ الموضوع سهل، ما تصعبهاش على نفسك وعليا، ركز مع الفيديو هتعملها بالظبط. نرجع من تاني على العجلة، اهم حاجة تحطها دايما كده واحد اتنين واحد اتنين عشان يبقى شكلها كده حلو، وتلف من الناحية التانية وبرضه تحطها كده. ترى ده بقى الشكل النهائي معاك، بقى تقريبا قطر والله بالظبط، صح؟ وايه اللي مش حلو؟ وايه اللي مش حلو؟ انا تعبت يا عم، والله حلو، والله العظيم جميل. طب بص بقى، اللي شايفه جميل يضرب لايك ويقول لي كده في كومنت حلو، بس عارف الاحلى بقى لما تلاقيه بيتحرك وبيجري كده، وو تشو تشو اون ذا بورد. ممكن بقى تيجي في الحته اللي زي دي هنا كده وتقوم جاي عامل مكان عشان تقعد فيه، فتعمل دي كده، بس اهم حاجه تكسر دي وانت مركز عشان ما تتقلبش منك. ايوه في مكانها كده. وقول لي بقى واحده من اللي بنيناهم دول، ممكن تقوم جاي حاطط مكانها واحده كده وتقوم جاي حاطط لها واحده كده وتحط واحده هنا وتكسر دي وتلاقي الاثنين طاروا. شكل عام في النهايه هو بالمنظر ده. بص كل قطر وفي مكان يقعد فيه حد، ممكن بقى تقعد فيليجرز مثلا، بس ده حوار عشان تركب واحد منهم هنا. اول حاجه لازم تبني شويه حاجات. مبسوط انت كده؟ مبسوط بشكلك ده واحنا معدينك كده؟ طبعا هو مش عاجبه، فاهم؟ اللي هو لو سبت له المكان هيطلع على طول هوا، بس ربنا يسهل ويفضل قاعد. والله لا، نزل يا ابن اللذينة، هرب. ما علينا، انت عارف السكة وعارف الطريقة، خلينا احنا نركب احنا ونمشي بالقطر ده. يلا نحركه، يلا بينا. وطبعا زي اي قطر في الدنيا ده محتاج طاقة عشان يشتغل، والطاقة المرة دي هتبقى نار، هنولع فيه. تعالى هنا كده وولعها واحدة. هوبا، القطر اشتغل يا جدعان، القطر اشتغل والسكة مشيت. عشان قلت لك كل حاجة، بص كل العربيات اهي. شايف المنظر ده؟ باي باي يا قطر، مع السلامة. مع السلامة ايه؟ خد القطر بتاعي وانا. طبعا مفيش احلى من ان انت تركب القطر، بس زي ما انت شايف الدوشة يا ابن عمي، كل حاجة مخبطة فيا، حتى الكهرباء بيجري ورانا في اخر الدنيا. طبعا انت مستغرب الحاجات اللي بتشوفها قدام عينك دي كلها وبتسال ايه المكان ده وانت عملت ده كله ازاي وامتى؟ لا ما تاخدش في بالك، دي حاجات كتير بجهزها لك هنا عشان تتفرج عليها في الحلقه دي والحلقات الجايه. ما علينا، بعد ما خلصنا القطر خلينا نشوف بقى طياره، طياره حربيه، حاجه كده من اللي هي الاف 16 18، حاجه ما تقولش لعدوينك عليها، تطير في السماء طلقه. مستني ايه؟ تعال ورايا. اول حاجه هتحتاجها ان انت تبني بلوكيه كده في الهواء، فانت تقعد تبني من تحت لفوق وبعد كده تكسر وتخلي اخر بلوكيه دي بس معاك. تاخد بقى ايه الستيكي دي او البيستون دي وتقوم جاي حاططها كده، كده انت مش محتاج حاجه تاني من البلوكات. اكسرها بقى، خلاص البيستون معاك من هنا، تبتدي تحط بقى ايه سلايم بلوك من هنا، وزي ما عرفنا اوبزرفر ترمي بس كده شكلا عشان تعرف ترمي دي، شيفت ومسطره عشان تعرف تبني، وتكسر دي وشيفت ومسطره تاني وتبني. اهم حاجه السهمين يكونوا باصين لتحت زي ما انت شايفه كده، تطلع فوق تلاقي الوشين، بس عارف السهم ده لازم يكون باصص للاتجاه ده، فاحنا كده هنحتاج نبني البيستون من مكان تاني مختلف. فاحنا ناخد بقى كده دي من هنا ونبني البيستون كده ونكسر دي ونخليها قدام من هنا، ودي نفس الكلام، ودي نرجع نبنيها من تحت كده لفوق، يعني من هنا اهو كده اهو، اوبا، وتحطها كده. السهم ده لازم يكون باص لتحت والاتنين باصين لك انت تحت بعض، مش يكونوا جنب بعض، لا تحت بعض كده. يبقى انت كده هتبني دي هنا، هنطير في الاتجاه ده، اوكي؟ انزل تحت بيلها شويه وهات برضه ستيكي وابنيه هنا، يبقى بقى عندك اتنين ستيكي، لا سوري بيستون بس من غير ستيكي، ركز كويس ما بين بيستون وما بين ستيكي فرق كبير. انزل كده سيكي وهات بلوكات ايرون وحطها كده، اكسر دي وخلي دي اللي بس اللي قدامك، حط لها بقى واحده كده، اربع بلوك ايرون، واحد اتنين تلاته اربعه، بحس الشكل يبقى كده، اربعه. واحد هنا وهنا حاطط بلوك، يعني تعالى بعد واحد اتنين اكسر دي وهات الاوبزرفر وحط الاوبزرفر بالشكل ده. هل هو باصص صح؟ ايوه السهم يبقى باصص لورا، صح كده، دول باصين لتحت وده باصص لورا. ارجع تاني هنا كده وابتدي حط لها ستيكي، عدي واحده وحط من هنا بلوك يا سلايم، كمان واحد ستيكي، او سوري بيستون، بيستون مش قصدي ستيكي، بيستون بس. تعالى هنا وحط بلوكات ايرون وحط كمان واحده هنا. لو تهت امشي مع الفيديو واحده واحده من الاول وانت مش هتوه، ما تركز يعني، خد بالك ان كل حاجه محتاجها صغيره وكبيره لازم تركز فيها. الشكل زي ما انت شايفه كده.
ولغايه دلوقتي كلهم بيستون مش ستيكي بيستون. اطلع تاني لمقدمه الطائره وابتدي ابني 1 2 3 4 بقى فيه 4 كمان زي الاربعه اللي تحت. واحده سلاب وتحطها قدام هنا كده وانزل من تحت وقفل كله بسلابات. تعالى ورا خالص عند اول واحده حطيتها حط لك كمان واحده ايرون وهات بقى بلوكات سلايم وحطها هنا. هات بقى اي شكل سلاب تاني يعجبك وابتدي ابني بيه 1 2 3 و1 2 مثلا و1 2 بحيث ان شكلها يبقى كده كانها راس طياره. نفس الكلام على اللي ورا في الواحد 2 3 مقفولين كده على بعض. تعالى بقى ورا هنا كده نبتدي نستعمل الاستيكي بقى بجد المره دي. مره واحده من هنا ومره واحده من هنا، 2 استيكي باصين لورا، والسلايم بلوك تحط واحده هنا وواحده هنا، ونفس الكلام تحط واحده هنا وواحده هنا، الجنبين شبه بعض. لف الناحيه الثانيه وخد لك ستير وحط واحده كده كانهم زي ديل طياره، عارف انت المنظر ده اللي هو ديل طياره يمين وشمال من تحت خالص هنا كده، وتقوم جاي حاطط ايه 2 ايوه ومن هنا نفس الكلام 2 برضو، والاوبزرفر تحط واحد هنا وتيجي ترجع تحط واحد هنا، قدام منهم على طول تحط واحد بيستون من هنا وبيستون كمان من هنا. هات لك بقى السلابيه اللي انت عملت هنا من شويه دي حط واحده هنا، وهات واحده تانية من الشكل التاني حطها هنا، نفس الكلام حط لك واحده بالشكل ده هنا وواحده تانية بالشكل ده هنا كده بقى شبه دي للطياره. ارجع لمقدمة الطيارة وابتدي ابني من تاني. بص واحد من فوق دي 1 2 3 4 5، ونفس الكلام الجنب التاني 1 2 3 4 سوري مش من جوه 4 5 ايوه كده كده الاتنين شبه بعض. ارجع على السلايم وخد واحدة هنا مثلا كده عند اخر واحدة، ونفس الكلام حطها من تحت هنا كده يبقوا الاتنين جنب بعض. وهات سلابية او ايرون مثلا، حط واحدة قدام وواحدة ورا، بلاش دي هنا كده، ونفس الكلام واحدة هنا وواحدة هنا بقى الشكل كده. تعالى بقى على الجنب ده وحط سلابية، حط سلابية هنا كده، او استنى كده ممكن احطها من قدام هنا كده وهنا كده، واوبزرفر تخليه برضو ضارب هنا يبقى باصص السهم عليك انت. واحدة ستيكي بيستون وتحطها من هنا وتلف الجنب تاني وتحط 2 سلايم بالمنظر ده عشان نعمل جناح، خليهم 4 حط كمان 2 يبقى كده بقى عندك 4 بالجنب ده كده. ايرون بلوك واضرب 2 بالمنظر ده، اكيد مش هنسيبها كده بقى. بص يعني لازم نحط منظر جمالي، فحط 2 سلاب مثلا هنا كده وواحده مثلا كده، ايوه شكلها كده الطف شويه. اقول لك حاجه، وكمان ممكن نخلي دي كانها صواريخ، يعني خلينا نحط دي كده مثلا كده كان ده صاروخ مثلا، ده الجناح فيه صاروخ زي ما عملنا ده، نعمل منه النسخه الثانيه هنا. يبقى نرجع نحط مره ثانيه، اول حاجه نجيب الاستيكي نحطها هنا كده ونحط قدامها اوبزرفر، ولا العكس سوري الاوبزرفر وراها، حط الاوبزرفر الاول وبعدين حط الاستيكي بيستون هنا، وبعدين نحط الاثنين سلايم 1 2 ونحط كمان 2 معاهم، ونرجع نحط جنب الاستيكي واحده سلايم، اوبا لو وقعنا ارجع تاني. اهم حاجه ناخد نفس الشكل ما تلخبطش في حاجه. 1 2 3 4 1 2 3 4، حط 2 ايرون من هنا وارجع مرة تانية وتلاقي عندنا ايه تاني، ما خلاص كده صاروخ بس صح، نعمل شكل الصاروخ. اوكي حط الاتنين دول كده، اوبا لا ما تشغليش حاجة، ما طلبتش منك تشغلي حاجة خالص دلوقتي، وانا حاطط حتة سلايم زيادة هنا. بص هي دي المشكلة كلها، كنت حاطط حتة سلايم زيادة سوري، هنكنسل دي ونحط دي ونرجع نشيل دي ونحط دي. نجمل شكل الطياره بقى، بص خلي شكلها ليها شكل كده، يعني مثلا ممكن نجيب لها اي حاجه ازاز مثلا، نكسر بقى الحاجات اللي ملهاش عايزه دي ونرجع نحط فيها ازاز مثلا دي ودي ودي، ونعمل فيهم ازاز كده، نطول بوز الطياره شويه، وتعالى نحط له مثلا شويه نور من هنا، ونكسر دي مثلا نحط لها شويه نور، ونفس الكلام نحط دي شويه نور، دي مش عايز ترجع تاني ليه. بس كده يا سيدي كده خلصت. تقول لي بقى ايه هنشغل الطياره ازاي؟ اقول لك انا، بص يا سيدي طبعا انت بتتخيل ان انا اقول لك اضرب نار وبتاع والحاجات دي، لا 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 لا، هنشغلها بالاوبسيديون. بص يا سيدي ادي الطياره كامله كده وزي الفل، ارجع بقى حط الواحده هنا ايه، هوبا 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 الطياره اشتغلت يا بني ادمين، انها طايره انا مش عارف هي توصل لغايه فين بصراحه، بس يعني شكلها كده خرافه. بص منظرها يا لهوي يا لهوي، يعني انا بفكر اركب الطياره دي دلوقتي حالا، بس ازاي اوصل لها يا حاجه؟ هو بقول لك يا طياره، يعني لحد ما عرفت اركب الطياره بس شكلي مش هعرف اشوفكم، يعني بص مش عارف ازاي، بس يعني الموضوع صعب بصراحه مش عارف اشرحه لك. ماشي ما علينا، عرفت اركب الطياره بس للاسف مش عارف اصور وانا جواها خالص، مش عارف اوريكم المنظر، ممكن احتاج حد تاني يصورني وانا راكب جوه الطياره، بس اعتبرني انا حته الحديده اللي طايره دي كده اللي جوه البتاع دي اللي ماشيه زي السلسله، بس هي كده دي طياره طايره حربيه في الهواء.
تعملها بقى وتخش على صاحبك بيها منطقته وترمي عليه تيم تيم من فوق وتخرب له الدنيا كلها. بص يا معلم يا لهوي كده النهارده عملنا قطر وطياره. لو حد عنده بقى افكار تانية يقول لنا، قول لي بقى ايه اللي عندك في دماغك ونجرب نعملها كده. ماشي، ما تنساش بقى تضرب لايك كده وتظبطني كده بالحب. يلا باي باي.